اعتذرني تاخرت علي عبد الله. السلام عليكم. المعذر على التاخير. ساعة انتظرك ما سويت علي هزيمة ذي. ما علي دامك في البراد. أمور بسيطة. درجة العرارة 45. اليوم نتغدى في مطعم الأشكال، أحد المطاعم الأنيقة في الخبر. عندهم عرض غداء. إذا تحبون الدجاج تختارون هنا. تحبون سندوتشات البرجر تختارون المربع هذا. أما إذا تحبون الإيطالي بيتزا وباستا تختارون هنا. طيب إذا تحبون اللحوم تختارون المربع هذا. خلنا نشوف محبين الدجاج. عرض غداء عندهم 70 ريال. إذا تبي أصناف من الدجاج، السلطات تختار السلطات، تختار الشوربة، تختار هنا أطباق رئيسية كلها يشملها الدجاج. من محبين الأكلات الإيطالية عندنا هنا 70 ريال عرض غداء بالنسبة للأكلات الإيطالية. مش الأكلات الإيطالية، باستات وبيتزات، اختار اللي تحب من الأصناف الرئيسية مع السلطة والحلا والشوربة. يحبون سندوتشات والبرجر تقريبا الأصناف الجانبية نفس الشيء تقريبا، الرئيسية هي اللي تختلف. هنا السلايدر والبرجر. بقى محبين اللحوم. طيب يجيبون الأضلاع، استيكات، كبة لبنية، منسف أردني. هذه الأصناف تقدر تختارها إذا كنت من عشاق اللحوم، فاختار اللي تبي. اللي يسألوني دائما عن مطاعم أنيقة مناسبة للعائلات وأكلهم لذيذ، مطعم الأشكال أحد المطاعم اللي أنصح فيها. هذا عرض الغداء اللي عنده. المنيو عندهم ما شاء الله دسم، مليان مليان أصناف من الأكل. هذه أصناف الفطور عندهم والحلى الصباحي، يفتحون الساعة 8. الأطباق الرئيسية عندهم الأضلاع، عندهم الاستيكات، عندهم المنسف الأردني، عندهم الكبة اللبنية، عندهم فريكة باللبن، عندهم تشيكن بيكاتا. البيتزا عندهم تقريبا 8 أنواع. هذا نوع البيتزا اللي عندهم. هذه سندوتشات والبرجر والسلايدر. عندهم شيء حلو كذا عجبني عندهم، اللي هو البرجر ريبس، اللي هو ساندويتش داخله الريبس اللي هو شرايح اللحم. إذا ما تبي تفطر ولا تتغدى ولا تتعشى، تبي بس تقهوة وتحلي، عندهم أنواع كثيرة من الحلا، حدث ولا حرج. هذا عندهم نوع من الحلا بجد بطلبه منهم، بنجربه الحين، نوع جديد. تروبيكال سلطة هي أشهر سلطة عندهم، ميكس من قطع الفواكه والخضروات والصوص. هذا وشو جبن يا عبد الله ولا شو؟ هذا جبن فيتا. جبن فيتا هذا. هذه السلطة فيها جبن، لكن الجبن هذا جبن الماعز. لو تذكرون في مطعم جيت حق بيتزا أطلب دائما عندهم بيتزا جبن الماعز، فيوم شفت جبن الماعز في السلطة طلبتها، أخذتها من خيارات اليوم. جمعها الباذنجان والتين والخس. طبعا قبلات ساخنة اللي هي الكبة ريبز والفرايز. الكبة ريبز عشان أوريكم بس الحشو اللي داخل. هذا الريبز محشي داخل وشرايح اللحم. كبة ريبس لا تفضل. يحبون الأضلاع، هذا أكثر طلب في قائمة الأضلاع اللي هي الريبس يطلب هنا في مطعم الأشكال. هذا خل عليك وعطنا هذا. يحبون الأضلاع، هذا أكثر طلب في قائمة الأضلاع اللي هي الريبس يطلب هنا في مطعم الأشكال. هذا خل عليك وعطنا هذا. يا سلام، تذوب تذوب. لا صوص صوص يا عبد الله شوي. ما شاء الله تبارك الله، تم النصف لله الحمد. لحم يذوب يذوب ما شاء الله، حتى نسينا المهروس، نسينا الخضروات اللي وياه. هذا الصنف اسمه تشيكن بيكاتا، ورزيته مع صدر دجاج والصوص.
من انواع البيتزا طلبنا الافون جي بيتزا. مطعم عالمي فيشمل جميع الاصناف لك اللحوم، الدجاج، البيتزا والباستا، التشيكن في السلايدر تشيكن مثل هذا تيك ثلاثة مع بعض مع البطاطس. نختمها بجديدهم من انواع الحلا ايس كريم الاناناس، يقطعون لكم الاناناس بالنص يحطون داخله الايس كريم، ايس كريم اناناس. هنا عندنا كيكة الفستق والرمان ويجي معها الايس كريم. سبكتني على السلطة وسبكتني على الحلا. محشية صح؟ محشية. نشوف الحشوة اللي داخل. نشوف الحشوة اللي داخل. آيس كريم الأناناس. طبعا مو شرط تجون تغدون أو تعشون أو تفطرون، تعالوا حلوا غيروا جو. الحلا عندهم حلو جدا. وهنا عندنا آيس كريم البقلاوة. مبتكرين لهم كذا نوع من الحلا، إن شاء الله نفوز على إعجابكم.